الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره. سبحانه سبحانه جعل مع الصبر نصرا، وجعل مع الضيق فرجا، وجعل مع العسر يسرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الأمر وإليه يرجع كل أمر، مالك الملك وملك الملوك، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا ومصطفانا رسول الله رب العالمين بلغ الرسالة أجمل ما يكون البلاغ، وأدى الأمانة أكمل ما تكون الأداء، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، سعدت بطلعته السماوات العلى، والأرض صارت له جنة خضراء يا نور أحمد، في جمالك روعة، الله شرف نوره وأضاء. أما بعد عباد الله، الله سبحانه وتعالى كتب الفناء على جميع خلقه، وكتب البقاء لذاته وحده، كتب الفناء على كل نفس خلقها رب العباد جل جلاله، وتفرد بالبقاء وحده. قال ربنا جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الإنسان منا لما أمر رب العباد ملك الموت أن يقبض روحه وهو بيننا، ينزل عليه ملك الموت لا يستأذنه ولا يترك بابه، يدخل عليه فينزع روحه نزعا. ومنا من يخرج تخرج الروح كخروج الماء من فم الثقاء، فإذا ما وقف الإنسان منا على غسله فغسل العبد وكفن العبد وصلينا عليه صلاة الجنازة، وأصبح بين يدي الله عندئذ. دفن العبد، حوسب اللحظة الفارقة التي من أجلها يعمل منذ أن ولد، هي هذه اللحظة حينما ينادي عليك رب العباد جل جلاله قبل أن يسألك منكر ونكير. ينادي عليك الله جل جلاله فيقول لك: يا عبد الله، رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما
ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فإذا ما سئل العبد عن عمله وعن دينه وعن نبيه فأجاب، والإجابة ليست من عند نفسه لكنها من تثبيت الله له. قال ربنا جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مرت عليه الأيام، بعث رب العباد جل جلاله إسرافيل فنفخ في الصور لتحاسب أنت وأحاسب أنا، ويحاسب الإنسان منا على صغير الأمر وكبيره. لم ينكر منها شيئا إلا جاحد. الله عز وجل لم يجعل لك وقفة تجادل فيها رب العباد جل جلاله، لأن عليك شهود: فعلت كذا يوم كذا، وفعلت كذا ليلة كذا. وأعظم شاهد وأكبر شاهد وهو الله رب العالمين. قال ربنا جل وعلا: وكفى بالله شهيدا. ثم يشهد عليك الرسل، يشهد عليك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ثم تشهد عليك الملائكة الكرام البررة، يشهد عليك رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم يشهد عليك، تشهد عليك الأرض، الأرض التي ارتكبت عليها معصية لله تشهد عليك، الأرض التي ذهبت فيها لبيت من بيوت الله تشهد عليك، مكان السجدة اللي انت سجدتها في الأرض تشهد عليك. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. وحد. ثم تشهد عليك الأيام، الدنيا مش بتعد كده، تعمل وتنسى، تفعل وتنسى، تأكل وتنسى، انت بتنسى، انما ددون عليك. ورب العباد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وتحصى في كتاب. يخرج لك يوم القيامة من تحت العرش: اقرأ كتابك. وحد. والكتاب الذي تقرأه أنت وانت واقف في أرض المحشر ده ملخص للكتاب بس، ده مش الكتاب كله، ده طالع ورقة بس كده ملخص انت تتسلى فيها وانت واقف. إنما الكتب فين؟ تحت عرش الرحمن جل جلاله. فمنا من يأخذ الكتاب بيمينه، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، ومنهم من يأخذ كتابه وراء ظهره. تشهد عليك الأيام، تشهد عليك الليالي، يشهد عليك كل شيء. فإذا ما وزن العبد ووضع له الميزان، وهو ميزان واحد للخلائق كلها، وقيل بعض العلماء أن لكل نبي ميزان، أي لكل أمة ميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يوزن العبد، شوف الحسنات والسيئات، شوف العبد الذي حير الناس في الدنيا. لن تعرفوا معاك الله أعلم، عليك الله أعلم،
انت مش فاهم البني ادم ده حير كل الناس. يوم القيامة يحيره رب العباد، يحيره رب العباد كيف ذلك؟ تيجي الحسنات قد السيئات، لا هي اللي نزلت حسنات ولا هي اللي نزلت سيئات، ورب العباد يقول له بص بقى الخلائق قدامك كتير براحتك، ان واحد رضي يديك حسنه هاته. ينزل يجري بقى، يجري على الاب، يجري على الام، يجري على الاخ، يجري 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 مش لاقي. يقول له يا رب يعني مش لاقي، يقول له براحتك شوف العبد. فيصعد الى كفة الحسنات فيلم هدومه كده ويشمر نفسه ويلقي بنفسه في كفة الحسنات. قال الحبيب النبي فلا يزن عند الله جناح بعوضة. شوف اللي طوله 3 متر وعرضه 2 شهر، لا يزن عند الله جناح بعوضة. فيوضع مع اهل الاعراف، اصل لا هو اللي داخل النار ولا هو اللي داخل جنة، فيوضع مع اهل الاعراف. امره لله، ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه. احنا فين بقى؟ احنا فين في الليلة دي كلها؟ كم بني ادم مننا وانا ولك؟ احنا بنحاسب نفسنا وقت ايه؟ يعني العبد مننا احنا هيحاسب نفسه امتى؟ بيحاسب نفسه وقت ايه؟ الله اعلم. عارف يؤتى بعبد؟ يقف قدام ربنا كان لسانه في الدنيا 3 متر وبرضه يوم القيامة يوم ان يقف بين يدي الله 10 متر ويجادل رب العباد جل جلاله. يشوف حسناته وسيئاته، شوف كل ده شاهد عليه، اللي شافه هو بيعمل شاهد، والارض شاهده، والايام والليالي شاهده، وسيدنا النبي شاهد، ورب العباد اكبر من ده كله شاهد. يقول له عملت دي ولا ما عملتهاش؟ ما هو ما بيعد رب العباد ما بيعديش، الكبيرة والصغيرة بيوقف، انت هنا بتعدي بقى. عملت دي ولا ما عملتهاش؟ يقول له لا يا رب ما عملتهاش. ربنا يقول له عملتها، يقول له وعزتك وجلالك ما فعلتها. من يشهد لك؟ يقول له أي ولا واحد من الناس اللي قدامي دي، ولا سيدنا النبي. يقول له ولا سيدنا النبي. أرضى شاهدا من نفسي، أرضى شاهدا من نفسي. يوم ربنا يقول له طب خلاص يا عم، تنطق الأعضاء، الإيد تتكلم والعين تتكلم والرجل تتكلم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. تشهد الأيد بتشهد والعين بتشهد والوش بيشهد والفرج بيشهد. وينطق رب العباد جميع أعضائه، يوم يضرب نفسه، ينزل على أعضائه ضرب. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. مش بإيدينا إحنا، ما ياما نصحناه، ياما كنت كل يوم الصبح أقول لك بلسان ده اتق الله، فعما قليل ستغادر الدنيا وتقف بين يدي الله. اهو ده عبد بيجادل، ده هيقول لربنا ايه بقى؟ سبحانك يا رب. فيأمر به رب العباد فيسحب، يسحب يسحب على النار. ولذلك من نام على بطنه، هذه نومة اهل النار مكروهة، فلا ينام الانسان عليها كما علمنا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، لا ينام إلا على شقه الأيمن. هذا حالنا في الدنيا. أنت بتسأل واحد كان راكب معايا وإحنا جايين دلوقتي، بقول لي هي الناس جرالها إيه؟ قلت له الناس هي الناس. قال لي الناس اتغيرت. قلت له مش يعني سبحان الله، قلوب الناس الليل والنهار بتاع زمان من 50 سنة ومن 100 سنة هو الليل بتاع النهار دلوقتي،
هي الشمس بنقوم نشوفها الصبح، هو القمر بنشوفه، الليل موجود، النهار موجود، الناس موجودة. اللي اتغير حاجة واحدة بس هي قلوب بني آدم، القلوب دي هي اللي اتغيرت. قلب حاسد، قلب حاقد، قلب غيبة، قلب نميمة، كل هذه الأعمال طلعها القلب. امال هو البركة بتقل من ايه؟ الرزق، ما هو الرزق اللي بينزل، ما الناس اللي بتقبض وبتزرع وبتعمل، ما هو ده موجود من 1000 سنة. ايه اللي زاد؟ مفيش حاجة زادت. اللي زاد ان فيه القلب ده اتملى غل، اتملى حقد، اتملى حسد. ولو تنينا كده يعني ما نعرفش ربنا حيودينا فين، هنصير لحد فين الله اعلم. لا اللي معاه ياما بيشكر ربنا، ولا اللي معاه شوية بيشكر ربنا، لا اللي معاه عيال صبيان بيشكر ربنا، ولا بنات بيشكر، ولا ما فيش خالص بيشكر. قال ربنا جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. حتى ونختم به، قوم سبأ قاعدين في بلاد اليمن، قوم سبأ قاعدين في بلاد اليمن، وبلاد اليمن قال عليها سيدنا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: الإيمان يمني والحكمة يمانية، أرق أفئدة وأضعف قلوب. يسمع القرآن يبكي، تشوفه في المحافل بيبكي، حتى الأطفال، حتى النساء، حتى البنات، حتى كبار السن، إذا تلي عليه آيات الله جل وعلا. كانوا في بداية الأمر إيه؟ أرض بتزرع زي حالتنا كده، بيزرع بطاطس ودورة وبرس ويزرع كل شيء، وكان ربنا مبارك له جامد قوي، ومبارك لهم كلنا، وفاتح عليهم من وسع، وينزل عليهم رب العباد من السماء المطر، وأعطاهم رب العباد عقل بيفكر فيه. ما هو ده رزق، ده رزق ربنا وديهولك. حاجة كده يتحكموا في الماء، يروح عاملين بوابة، ينزل الماء يتحوش، قال لك يبقى أحلى من العسل. وسبحان الله، نزع الله من قلوبهم الحقد والحسد والبغضاء، كله بيحب بعضه، ونزع الله من قلوبهم حب النفس، ولا بني آدم يزجر لزرع غيره، ولا يشوف زوجة غيره، ولا يطلع على أي شيء، حب سائد بينهم جميعا. وزادهم رب العباد ثمرا، يعني سبحان الله، فاكهة انت ما لا تسمع عنها ولا شفت ايه. كانت المرأة إذا خرجت من بيتها عشان بس يعني يجيب تاكل تتسوى، قال لك تحمل المكتال اللي هو الأفة اللي بتشيلها على راسها دي، قال لك وتمشي بس في الضروب، تمشي بين الضروب، كل اللي طايب ده يتملي، يقع وتتملي وترجع تاكل منه، تدلق الباقي وتطلع تجيب غير الصبح. سبحانك يا رب. قال ربنا جل وعلا: على بلدتهم بلدة طيبة. شوف رب العباد اللي سبحانه هو اللي يسميه بلدة طيبة. عايز يروح مشوار تطوى الأرض له، عايز يروح كفر الشيخ خليل عند سيدنا الشيخ فاروق، 5 دقائق، 5 دقائق يكون هناك، يطوى له الأرض طية. طب وانت ماشي مسافر، لا تاخد هدوم ولا تاخد اكل ولا تاخد اي شيء، اطلع زي ما انت بس، ربنا عامل لك استراحات في الطريق. عايز نعمة اكتر من دي؟ حمد ربنا بقى ابدا، سجد وسدد شكر لله ابدا. لما تنام بالليل وتقوم الصبح احمد ربنا، قول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. احمد ربنا بعد ما تعطس، ليه بتحمد ربنا؟ قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، قال لك ساعة ما بتعطس العين كل المفاصل بتاعت جسمك كلها سايبة، ممكن عين تطلع، ممكن ودن تطلع، ممكن أي حاجة من جسم الإنسان تسيب. بعد ما تعطس قول الحمد لله. قال ربنا جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبعت لهم نبي واثنين وثلاثة ولا مجيب، نرجع عن اللي في دماغنا ولا مجيب، طب نعمل ايه؟ خلاص بقى يا عم، خد بقى، ما احنا ما شكرناش بقى، ما انت عايش، احنا قاعدين كلنا مبسوطين اهو بقى،
ما كل بني آدم فينا معاه فلوس أهو بقى، ما كل بني آدم أنا طالع من تالت بلد وجاي في أمن وأمان وبضحك وزي الدنيا زي الفل، وغايب طول النهار كده نفس الوضع وعايش ومعك فلوس ومعك زوجة ومعك أولاد وعايش تمام، ومع ذلك يقول لك استغفر الله العظيم يا رب. ايام يا اخي ما يعلم بها الا ربنا، ايام يا اخي وروح والعياذ بالله روح بطلع دبشه من الدهاله. فين الشكر بقى؟ اللي زي ده رزق ربنا هينزل عليه ازاي؟ ولئن شكرتم لازيدنكم. فرب العباد قال لهم خلاص يا عم، فارسلنا عليهم سيل العرم، سيل يجي من فوق يروح مدمر كل الجناين دي، سيل يجي من فوق يروح هادم كل البيوت، كل البيوت شوية رع بيخلوا كل واحد فينا يلبس برق بس بيعدي في السماء تدربيك كده يخلي البيوت تنهز. انت مفكر ان البرق ده كده يعني ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء؟ البرق ده ملك، ملك ربنا وكيله يضرب السحب دي ببعضها. سبحانك يا رب، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يرحم فقيدنا هذا. والله أنا لا أعلمه، والله أنا لا أعلمه، ولكن أثنى عليه الناس ثناء منذ ليلة أمس. والله أسمع من كل إنسان يقول لك الله يرحمك الرجل طيب فلان، كل الدنيا كلها عرفاه. وإذا أحب الله عبدا حبب فيه خلقه، وإذا شهد للميت أربعة من جيرانه. الله يرحمك أنا راجل طيب، يقبل رب العباد شفاعتهم فيه فيفسح له في قبره مد بصره. ندعو له في هذه الليلة بقلوب خالصة لله وبقلب صاف لله أن يتغمده بواسع رحمته. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وجاف التراب عن جنبي. يا رب اجعل هذه الليلة من أسعد لياليه، اللهم اجعل هذه الليلة من أسعد لياليه، اللهم اجعل هذه الليلة من أسعد لياليه، اللهم أبدله بدار خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم إنه أصبح بين يديك وأنت الغني عنه فلا تعذب، إن كان محسنا فزد في إحسانه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كانت الأخرى فتجاوز عنها. اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان، اللهم أنزل على بيوتهم الصبر وأنزل على قلوبهم الصبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولسائر المسلمين جميعا. وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. عشنا يا سادة مع حديث ديني لفضيلة الشيخ عصام خليل. يا سادة شكر الله سعيكم.